بتاع العشية الضيفي مازال موجود هو في الجنوب التونسي، حبيت يكون بحضينا ولكن ميسالش اليوم مع التكنولوجيا مع التليفون، ميسالش كل شيء، المسافات تولي قريبة. نحكي لكم على ولد الجنوب رؤوف ماهر. ألو ستار رؤوف ماهر، أهلا وسهلا. تحياتي ليك وميمة وكل فريق العمل معك. ربي فضلك لكل مستمعينا، وربي يحميكم من الكل وربي يخليكم من الكل. امين يا ربي. احكي لي رؤوف، اش عامل اليوم؟ انت موجود في مدنين، كيفاش الوضع في مدنين وكيفاش الاجواء؟ والله الوضع كما تشوف، يعني الوضع ما يفرحش في البلاد وتونس تحديدا. مالوريزمون معناها شيء حزن، معناها كيف حبينا ولا كرهنا، حاجه اللي تشوف عائلاتنا وتشوف أحبابنا وناسنا معناها مرضى قاعدين يمرضوا، عباد يعني اللي صار كله ظهر لي، الناس كل تعرفها. اليوم احنا في حرب، والحرب هذه تتطلب إن نزلنا نكون خوت العباد الكل، ولازمنا إيد واحدة الناس الكل، ولازمنا نفهم وحد معاش نستنوا لا إجراءات من دولة ولا ننتظروا أي حاجة من دولة مسؤوليها فاشلين. هذا بشهادة الصغير والكبير، واللي معناها من الكبير للصغير واللي يمرض على الحصير، معناها زايد من عاد كلنا نفس الصوت اللي نفس الرأي بالضبط. اليوم لازمنا احنا نكونوا واعيين، لازم كل واحد يكون طبيب نفسه، لازم هو يحمي روحه، فهمت؟ لازم يشوف، لازم التوعية للمواطنين، لازمهم العباد يحافظ على روحه من روحه، راه لا تنتظر لقاح ولا تنتظر حتى حكاية. هذايا امتحان كبير، ان شاء الله ربي يعديهن على خير وربي يحمي تونس ويحمي الناس الكل يا رب. امين يا ربي، هذا اللي نتمناه. وانت من الفنانين اللي قاعده تتفاعل برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وقاعد كل مره تهبط في تدوينه، اليوم كفنان شنية يمكن الحاجه اللي تحب كان توجه رساله واضحه وصريحه للمسؤولين وللسياسيين؟ شنية تطلب؟ شنية تقول؟ والله اميمه ما نجمش نكون اليوم كفنان، كمواطن تونسي يعني إنسان ولا كمواطن تونسي شنوش النجم؟ ما نجم شيء، هم نورمالمو معناها هذه رزلتا فاهمين هم وحدهم. معناها شوفوا اليوم وين وصلتونا، وين هو وعودكم، وين أبسط الأشياء، معناها ما هيش نحن مطلبنا لا باش توفروا مواطن شغل للناس ولا باش توفروا العباد ولا تعطونا شهري، لكن أعطونا الصحة وراحة البال. وين أقل حاجة هذه اللي أنت يعني قامت في الأيام معناها حملات انتخابية تشوف أنت معناها ومصاريف وهيلمانات والدنيا، وتشوف الوعود باش نعملوا باش يردوا لنا هيك برشلونية باش نولوا دبي و و و وينها اليوم؟ وينها؟ احنا ما حاجتنا بشيء اليوم، حاجتنا كالعرافة قال باش نولوا دبي. لا ما هم وعودهم، حتى هم وعودهم مش خلوا على دبي، معناها جوست ما يذكروش الاسم وكهم، معناها كون قصد نتاعي معناها فهمتي، مشاريع ووعود باش نرجعوا الويفيات اللي في الدوله، كل مره يقصوا يفي نمشي نحاول في نهبط نمشي للاستاسيون الاخرى باش نجبد وفي اخر في الكود تاع الوفي، ما شاء الله تبارك الله في الكلام اللي فيه يقول لي ماك تعرف توا ريت بعد اللوم بعد البدعه قضاء، ما هيك ولا اللوم بعد القضاء بدعه، بعد القضاء بدعه يعني صح. دونك ريت توا شنو كل انسان لازم يكون واعي، لازم هو يستحفظ على روحه، لازمنا كل ايد واحده اليوم نحاربه المرض هذا، ما نرضوش المرض للناس. لازمنا احنا كفنانين اليوم صحيح موسيقيين معناها تضروا، معناها اكثر قطاع معناها اللي يتمس بالرسم هو القطاع الفني والموسيقيين الكل، ولكن اليوم هذه صحتك نجموا نمشوا ورانا نخدموا ونعملوا فلوس. لا قدر الله تمرض انت ولا نمرض انا ولا امي ولا باباي ولا اخوي ولا صاحبي، الفلوس اللي صورناها ما نجمش رانا نشرو بها صحة الانسان. كانوا عندك عروض مبرمجة في الصيف في مهرجانات رؤوف؟ السؤال هذا في وقت على الاخر به اللي اتصلوا بيا في العروض نتاع المهرجانات، والا انا كفنان تو كفنان تونسي خويا نطلب من الوزارة هاني موجود اعطونا سبقونا الفلوس، سبقونا تو الفلوس تا
تبقى كما احنا قبل خدمنا عروض وصبرنا عليكم وخلصنا اربع شهرين ثلاث شهور وثم ما خلصناش فيه. ولكن هات اليوم نضربوا احنا مانا في حرب. ثم عارفين مستحقين ثم ناس مستحقين هاتوا اليوم نسببوا لهم فلوس. بالنسبه للكاشين تاع رؤوف انا مستعد نتبرع به الكل كل المستشفيات بلادي الكل. كان ثم عروض من الولايات الكل انا مستعد نزورهم بعد ما توقف الحكايه هذه ان شاء الله ربي يفرج علينا على خير. نتعهد ونعمل كونترا اني نعمل عروض بلاش الكاشين تاعي الكل نتبرع به للمستشفيات نتاعنا في دونس الكل. مبادرة باهية لكن فما فنانين رؤوف يقول لك لا كيما بسام وكريم الغربي يقول لك انا ما نعملش عروض اليوم على لا تجعلني جرة. لا ما نحكيش على اليوم، لا ما نحكيش على اليوم حتى على اليوم في الصيف، هو صيف كامل اعتذر على صيف كامل. ايه كان اذا كان هو الوباء هذا مازال باش يطول علينا الصيف باش نصبوا. اذا كان هو معناها ان شاء الله ربي يفك علينا خاطر احنا امنا كان بربي الكبير الوعود والحياة كلها حكاية فارغة. اذا كان هذا النجم خاطر ما هي الدولة عاد هي وزارة الثقافة وفما فلوس وفما ميزانيات فلوس ينجموا هم زاد يوفروا فضاء يعني يعملوا البروتوكول نتاعهم ونجموا ياخذوا يعملوا يعني تبليك معين يعني يختاروا نمبر معين ما يحلوش معناها العموم. دونك هي شنو هي الميساج اللي نحب نوصله؟ مش الفايدة في العروض؟ اليوم سيدي ثم عروض نتاع مهرجانات ميزانية كانت ماشية للعروض خلاها اليوم تمشي للمستشفيات وللمرضى. ذي مبادرة حلوة برشا، يعطيك الصحة رؤوف. رؤوف البارح شبيك متغشش على أنس جابر؟ تونس الكل فرحانة بها على خاطر هبطت ستاتو. هي أنس لا شوف بالله كل العناوين تاع كل مرة زاد البارح نهبط واحد هنا عنوان خلينا نقرا التدوينة رؤوف بسرعة نقراها بالشكل الناس تفهم. قلت السيد هذا راهو بفلوس وقص تسكرة وجاكي شجع فيك يا أنس جابر وبكل حماس وجاي على خاطرك بنت بلاده ما قالش العيب يصرخ بكل جوارح وشجع فيك تجي أنت تنبزق قدام العالم تقول له تقلق فيا أنا وظل الفيديو كلنا تفرجنا عليه. اي بس شوف هي الحكايه نعطيك بصراحه نحكي معك. انت شرفتنا ويعطيها الصحه وهذه النقطه السعاده اليوم اللي في تونس على الاقل فرهدتنا ويعطيها الصحه وبرافو برافو شرفت تونس وشرفت كل العرب. وهذا لا بيزيد لا بينقص. ولكن ثم بعض الاعلاميين قصوا الفيديو هكا بالذات يبارطاجوا فيه يعني بصراحه نسيتني الولد التونسي في الاخر. هو تونسي يعني وينجم يكون اول مره بدات الناس تعطي فينا في الدروس تنس ملعب تنس لازم التركيز ولازم اوكي لازم التركيز ولكن السيد ما قالش كلمه معناها اللي خارجه على الموضوع يعني هو ممكن في اللحظه هيك ينجم يكون اول مره يمشي يتفرج ما يعرف يشجع فيها بنيته كما نقولوا احنا على نيته. لا لا والحماس راه يغلب ساعات كنا نتفرج عليها نعيط وهي زيدا في تلعب وعلى عصابه يمكن نسميك بالله نتفرج عليها ونعيط معناها كي تمركي نعيط كذا معناها هي سميها ريكسيو معناها هو قال الي انت في لورا كي شفت الوحده نحسبها قال كلمه اخرى وكلنا رانا لومنا عليه ولكن بعد كده تبعنا وبرشا جماعه بدون يهبطوا عليه في الفيديو ويتمخروا عليه ترشن هو وهذا ترشن هو من غاضك لا ولا تقول لها زعما معلميه نتاع تنس متعودين وهم معلق لا علينا فيهم يخدموا في ربي يعينهم كل واحد كان معناه هو كل يعلق كل يوم على مباراه تنس ولا يعطي في الدروس واحد شنو في بطحه في حنه في المسطح ترشن هو الصحات نتاع الحنه خرجت جوارات معلميه والله نتاع الحوم هذه خرجت اكبر جوارات في العالم رؤوف الوقت قاعد يزرب فيا الله غالب جاي وقت الاخبار ماذا بيا جيت بحذايا انا رانا حكينا اكثر وتكلمنا اكثر زايده قل لي وقتاش تجي ان شاء الله لتونس كي تتحل وقت نجي ان شاء الله ما انت بالذات تعرفي معناها نعرف ونجيكم في كل وقت ونعلمكم ونكون بحذات ونعمل حلقة تكون زي برشا ربي فضلك ربي فضلك يا رؤوف يعيشك وسلمنا على جنوب الكل وعلى أهالي مدنين. نحن نخرج للأخبار وراجعين معكم في ستار تايم.